السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة بنت لالة ناجية. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نطبق معكم عباءة كلوش. كتجي كلوش من التحت مزيان، يعني الموديل اللي محبوب عند بزاف اللي كيبغيو هذا الشكل هذا، والبديل ديال الشكل المثلث، يعني البديل ديالو هو هذه الطريقة هذه اللي نعطيكم. دابا عندنا 3 متر ديال الثوب، وعندنا يعني الطول ديال الثوب اللي تحتاجو ملي كتمشيو تشريو، كتشريو 3 متر على متر ونص في العرض. غادي ناخذ هاد 3 متر هذه كاملة ونطويها على اثنان هاد الشكل، اولا نقص منها من هنا لهنا، نقص 50 سنتيم حق لكم الشكل هذا. هذا 50 سنتيم من هنا لهنا، من الطول اللي قطعناها 50 سنتيم كنقطعوها، هذه حق لكم صافي، نحتفظوا بها. والباقي الثوب اللي كيبقى لنا غادي نفصلو غير في الموديل. نطوي الثوب ديالي بهذه الطريقه هذه على اثنان، ونعاود نطوي مره اخرى على اربعه بهذا الشكل هذا. يعني نقصنا 50 سنتيم، كتبقى لينا 52، يعني نقصت 50 سنتيم في الكم، هنا كتبقى ليا مترين و50 سنتيم. ملي كنطويها على اثنان كتعطيني تقريبا في الاسفل 62 سنتيم ولا 61 سنتيم في العرض ديال الجلال، يعني ما شاء الله 62 ولا 62، هذا غير الربع، يعني راه كتكون كلوش بزاف. دونك غادي نجي لهنا نحط المقاسات ديالي. الطريقه جد سهله، كتفصلوها في ما كاملاش، يعني واحد الوقت قليل بزاف. نقرب لكم الصوره، نبداو على بركه الله. كنحطو هنايا نصف عرض الكتف زائد 1 سنتيم حق الخياطة، ننزل من هنا لهنا بثلاثة سنتيم، ومن هنا لهنا بثمانية العرض ديال العنق، كننزل من هنا باثنان سنتيم حق الرقبة ديال الخلف، ومن هنا لهنا كتنزلو لا مبغيتوش لا فتحة ولا أزرار في الأمام ولا الخلف، يكون نورمال كافي حق يعني الراس يدخل بسهولة. إلا مبغيتو لا فتحة ولا أزرار كتنزلو من هنا لهنا بخمسطاشر سنتيم، ديرو هكذا. الا بغيتو فتحه في الظهر اولا الزر، ديروا واحد الفتحه في الظهر ولا السحاب اللي بغيتو في الامام مثلا، واحد قصير غادي تنزلوا من هنا لهنا ب 12 سنتيم، وديروا الازرار ولا فتحه اللي بغيتو. هادشي اللي كاين، غادي نوصل هاد النقطه اللي ميلت بها الكتف لعند الرقبه هكذا، وننزل من هنا لهنا بنصف عرض الكتف زائد 2 سنتيم، واذا كانت السيده زايده في الوزن من الاحسن تزيد 3 سنتيم حق هذا خط الصدر. نوريكم كيفاش كناخذ القياس ديالي بالنسبه للناس اللي جداد. بالنسبه لنصف عرض الكتف، هو كناخذ من هنا من العظم حتى للعظم هاد هنايا، كنقسم هاد القيمه على اثنان، النصف ديالها هو اللي كنحطو ونزيد عليه 1 سنتيم. ربوع الصدر كناخذ بهذا القياس هذا، هذا الشكل هذا. الدوره كامله كتاخذيها الدور على السنتيم على الصدر ديالك كامله. هاد القيمه هذه اللي وجدتيها كامله غادي تقسميها على اربعه، الربع اللي خرج لك غادي تحطيه، الربوع زيدي عليه 3 سنتيم حق الخياطه، حق الخياطه، وحتى اتساع كيكون الموديل هو هذا كيجي. غادي نوصل هذه النقطه ديال الكتف اللي ميلتها بثلاثة، ونوصلها نيشان كنهبط بهذه الطريقه. ناخذ هذه المسافه نفسها ونطلع بها ونزيد عليها 1 سنتيم باش نرسم التقويره. سينو كناخذوا البيروكي ترسموا به الدوره، اللي ما عندهاش هي اللي ديرها الطريقه، اما اللي عندها بيروكي ما تحتاجش هذه الطريقه هذه. ناخذ من هنا لهنا ونقسم على اثنان، وندخل باثنان بالنسبه للسيدات اللي ما غليضاش بزاف، يعني الطي العاديه نورمال ولا ضعيفه مثلا، باش يبقالهاش هاد البلاصه هادي منفوخه. اما اللي السامينات من الاحسن تدخلو غير بواحد فاصله خمسه هكذا، ترسمو هاد القوس هذا. هادي بالنسبه لجهه الامام، اما الخلف كنوصلو من هنا كنمشيو نيشان حتى لهنا. غادي ناخد دابا من وصلت رسمت حق يعني خط الصدر، غادي ننزل غير بثلاثة سنتيم فقط من هنا لهنا ثلاثة سنتيم، ونمشي مباشره للكلوش كامل نستغلو. كنحط السنتيم ديالي بهذا الشكل هذا هنايا، وناخذ الطول زائد 4 سنتيم حق الخياطه، يعني في اسفل الموديل. نبدا ندور بداك السنتيم نقاط هكذا، نقاط حتى النهايه، نجمع القطاس مع بعضياتهم كاملين بهذا الشكل هذا باش ما يجيونيش الجوانب طايحين. ونوصل، ممكن تاخذوا من هذا الجزء غير اثنان الا ما بغيتوش ثلاثه. بهذه الطريقه نمشي مباشره للكلوش كامل، ما كنحتاجو فيها لا حزام ولا حتى شي حاجه، نمشي بالكلوش كامل كنستغلو حتى لهنا. هاد البلاصه غير باش تجيكم ديك جهه الصدر شويه مجموعه، ما تجيش واسعه بزاف هكذا. بهذه الطريقه هذه كنكونوا سالينا الموديل ديالنا، الموديل ساهل كما قلت لكم، في وقت قليل تفصلوا الموديل ديالكم. اول كنقطعوا الجهه ديال الخلف هكذا، هذيك الاثنان اللي هبطنا بها، ومن بعد نفصلوا الجهه ديال الخلف هاد حرده الابط هكذا بهذا الشكل هذا. من بعد نمشي على الطراسه ديال الطراسيس، الكلوش كامل كنستغلو. بامكانكم ديروا فيها الجويبات، هنا الجيب اللي كيجي في الجنب هنايا هكذا، الجيب المخفي هكذا،
هنا فاش كتلبس الموديل او العباءة فاش كتلبس راه كتعطينا هذوك الكليات هنايا كيجيو فيها واحد الطياس هنا في الجهه ديال الامام كيعطيو ديك لي بلي ملي كتوقف العبايه. دونك هنايا كنجيو نديرو ديك التعديلات بالنسبه للجهه ديال الامام. كنزولو اول حاجه كيكون الثوب هكذا عادي في الاول، كنجي لهنا نفتح هذا القطع اللي عندي ونزول الجهه الظهر ساليت منه، ناخذ الامام ونقطع هذا الجزء هذا اللي قلنا 15 سنتيم، اللي بغات العنق قل من ديك القيمه كيف ما قلت لكم ديروا لي فتحه في الظهر، ديروا واحد الزر ديروا غير 12 سنتيم مطلوبه فقط. هكذا كنفصلوا الموديل ديالنا بكل سهوله، سهل بزاف. هاي العبايه ديالنا هنا كنجيو نفصلوا الكمينات بالنسبه لهاد التوب اللي كيشد لنا، نفصلوا الطبين الامام والخلف، نجي من الجهه اللي هكذا نطوي التوب ديالي، ناخذ الجهه ديال الامام مثلا نحطها بهذه الطريقه هذه، نقرب لكم الصوره نحطها بهذه الطريقه ونرسم التكويره ديالي ديال الامام هنا النصف ديال الكتف نوصلو هنا ومن هنا لهنا ب 8 سنتيم ونرسم التكويره ديالي بهذا الشكل هذا. هذه بالنسبه للجهه ديال الامام. اما بالنسبه للخلف هكذا، بالنسبه للجهه ديال الخلف كذلك نفس الطريقه، الموديل بسيط وسهل وكيجي كلوش ومريح ويناسب للسيدات اللي كيكونوا البدينات وكذلك حتى اللي كيكونوا نحيفات. هكذا غادي نرسم التكويره ديال الظهر هكذا، وهنا كذلك النصف اولا كناخذ اللي فصلت الاولى كيكون عندي نفس القياس. هذا التطين ديال الامام هو هذا التطين ديال الامام، ناخذ هذه الجهه ديال الكتف وهذه مازال منزله هنايا نفس القيمه باش منين نخيطهم من الكتف يجوني نفس القياس. هنا كنزل كذلك ب 8 ولا ب 10 اللي بغيتو حتى التقويره ديالي. هكذا كنكونوا سالينا الامام والخلف والتطين كذلك. كيبقى لينا لكم غادي نوريكم كيفاش كنفصلوا. بالنسبه للناس الجدد ما تنساوش لايك الله يخليكم، لان اليوتيوب كتشوف الا كانوا لايك راه كتكون الفيديو مزيان، الا ما كانش ما كاينينش فيه لايكات بزاف يعني جيم بزاف كتقول الفيديو ما عجبش الناس يعني ما صالحش ما كتقصرحوش، واخا تبحثوا في اليوتيوب ما يطلعوكمش الفيديوهات ديالي. هذا مكان اخواتي غادي نجيو نفصلو لكم عندي هنايا، ماشي ما غاديش يطلع ولكن غتلقاو خصكم شحال نتوما كتبحثوا هذا باش تطلعوا في الفيديو ديالي. دونك هنايا عندي الكم ديالي هذا التوب اللي احتفظنا به 50 سنتيم وهذا 50، التوب كان عندي بهذا الشكل هذا، غادي نفتح ونطوي بهذه الطريقه هكذا ونعاود نطوي مرة أخرى بهذه الطريقة هذه. نبدا نحط المقاسات، القيمة اللي هبطتو بها من هنا لهنا داك الشيء اللي نزلتو به حتى لهنا مثلا نصف عرض الكتف زائد 2 حتى هنا تحطوها، نزلتو بنصف عرض الكتف زائد 3 حتى كذلك هنا نفس الطريقة نفس القياس. من بعد كنقسم هاد الأعداد هذا كامل على 2، نقرب لكم الصورة أخواتي كما صدر. هاد المسافة هادي كاملة كنقسمها على 2 والنصف ديالها هو اللي كنطلع به هنايا في هاد النقطة، كنوصل هاد الخط مباشرة حتى لهاد القنت ونقسم هاد الخط على 2، هذا على 2، هذا على 2، الجهة اللي طالعة كنطلع بواحد سنتيم، الجهة اللي هابطة نهبط بواحد سنتيم، ناخد من هنا ونمشي لعند هاد السنتيم ونمشي للوسط، من النصف هنايا من الوسط كنجي لعند هاد السنتيم ونمشي بحال اللي نخرج هكذا. الطول ديال الكم إلا كنتو غديرو فيه لاستيك الطول ديالكم زائد 3 سنتيم زائد 6، اما اذا كنتم ما غديروش فيه لاستيك هنايا غتخليو سامبل عادي بحال هذا غتحطوا الطول ديالكم زائد 3 سنتيم فقط. هكذا نرسم لكم ديالي، الا كان فيه لاستيك غادي تهبطوا من هنا لهنا تقريبا تخليو شويه اتساع، يعني السيدات اللي كيكونوا يعني بغوا لكم يطلع بسهوله حتى لهنا مثلا الوضوء ولا شي حاجه الا كانوا خارج البيت نحطو مثلا 18 16 17، القيمه اللي بغيتو في الاخر كتجمع بلاستيك. اما الا بغيتو الكم عادي كتحطو هنا 15 سنتيم ولا تشوفوا القياس اللي مناسب لكم، توصلوا هذه النقطه لعند هذه صافي. هذا الشيء اللي كاين كنكونوا سالينا اخواتي الموديل ديالنا. بصحتكم وراحتكم الدرس اليوم، حاولت نشوف الطريقه اللي تكون البديل ديال الصاله بالمثلث، حيت ماشي كلشي كيجي هذاك الشكل ديال هاد المثلث، كيجي اللي كيكونوا قصار يعني ما طوالش بزاف، هما اللي كيجيو مع هاد الطريقه اللي كنطوي الثوب مثلا كنطوي الثوب هادي 3 مثلا بالنسبه للفصال المثلث. هذا هاد الطريقه البديل ديال هادي
اللي كنفصلو حنا بهذه الطريقه هذه. ماشي دائما كتجي لكلشي، الاغلبيه كتجي اللي قصر بزاف، اللي قصر، اما اللي طويله ما كتجيهاش هذا الشكل. فوقاش كيجينا هذا القياس هذا في حاله كان الثوب فيه العرض ديالو اكثر من متر ونصف، يعني مثلا فيه مترين، يعني حاله هذه بالنسبه لنا حنا في المغرب قليله بزاف، كتكونش دائما قليله بزاف. هذا الشيء اللي كان اخواتي، بصحتكم وراحتكم الموديل اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا في الدرس اليوم. بلا ما نطول عليكم، هادو الكميمات وهذا الموديل ديالنا، بصحه وراحه والسلام عليكم.